نعم اي صحيح. نعم هو شوف طبعا مشكور على هذا السؤال. هذه طبعا شائعات انتشرت بالاونه الاخيره انه سيد محمد رضا السيستاني عنده بنوك وعنده مصارف وعنده فلوس وعنده ارصده ضخمه وعنده شاليهات وقصور وسيارات فارهه خارج العراق. انطرحت هذه المساله كثير، انطرحت يعني طبعا هواي طرحوها الذين يتصيدون بالماء العكر، هواي طرحوا هاي المساله. يعني انا بس اريد اسال هالسؤال هذا، اذا كان السيد محمد رضا السيستاني عنده قصور وشاليهات وبنوك خارج العراق، زين ايش وقت السيد محمد رضا ايش وقت يروح يستفاد بهاي البنوك بهاي القصور بهاي المصارف؟ ايش وقت؟ يمتى يروح يطلع يستمتع بحياته؟ يمو راح يخلص عمره، راح يخلص عمره، دق هو الرجل بالستين سنة هسه، بالخمسة وخمسين سنة دق عمره، شو وقت يعني يمتى يروح يطلع للخارج حتى يعيش حياة الرفاهية حياة الملوك والخدم والحشم والكذا؟ يمتى يعيشه؟ شو الرجل بهاي الصاية الملحة اللي عنده وهالعباية السوداء وهالعمامة هذا يفتر من زقاق إلى زقاق في الحويش لقضاء حوائج الناس ويتفقد الفقراء وهالدرس وش قال الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا ما عنده غير الرجل يفتر عليه وقضاء حوائج الناس ما عنده غير هالشيء. قضى عمره راح يخلص عمره وهو في أزقة الحويش قاعد في بيت إيجار، يعني هسه أنا وياك أحسن من عندنا أحسن من عنده. قال لا هم عندنا بيوت عندنا ملابس نبدل بيه نكشخ بيه. الرجل كل شيء ما الصاية هاي وبالعباية ويفتر من مكان لمكان الرجل، وملتهي بشؤون العباد وقضاء حوائج الناس وبالدرس وبالتدريس قرب أمير المؤمنين عليه السلام، يعيش حياة البسطاء حياة الزهاد. شو وقت يروح السيد محمد رضا السيستاني يستفاد بهاي الفلوس؟ أنتوا يلي تطرحون هاي الشائعات ما فكرتوا ما حسبتوا ما قلتوا لعد شو وقت يروح يستفاد بهن هاي الفلوس؟ يمتى يروح يطلع يعيش حياته مثل ما يعيشون هاي الوزراء؟ زين إذا هو هسه بالعراق لا عنده سيارة جكسارة مصفحة ولا عنده حماية ولا عنده خدم ولا عنده حشم، كل شيء ما عنده، الله وكيلك محمد كفيلك. تروح تزور أمير المؤمنين عليه السلام، ولا ربما أكثركم راح لزيارة أمير المؤمنين وصدف أن شاف السيد محمد رضا السيستاني شلون يفتر بالحويش وشلون يتجول بين أزقة الحويش، ولا حماية ولا حرس ولا خدم ولا حشم ولا أفتح طريق ولا أسوي طريق ولا أصلاً عايش حياة البسطاء. فاللي عنده ملايين وعنده مليارات خارج العراق المن مخليهن بعد المن ليش وقت؟